انا عارفه انك اتجوزتني جدعا، وانا هفضل شايل عيالك العمر كله. ده جدع ابن اصول، واي واحده في الدنيا تتمنى تبقى مرتك. تحسد عليك كمان، بس كيف ما قلت لامك، يا بختها اللي تبقى مرتك وانت مختارها بشوقك. قلبك اللي شاور عليها مش ضميرك ولا جدعنتك. بس الحاجة قالت لي خليه يقول اللي خدتها جدعنة، طلعت أحلى هدية. وأنا قلت لنفسي ما تعمل كده يا بت، يستاهل عليه تعملي كل اللي تقدر عليه عشان تخليه يحبك تسكني قلبه. أنا والله العظيم لا أعمل كل اللي أقدر عليه عشان أخليك تحبني. شوفني فعلا هدية كيف ما الحاجة قالت. متتعبيش قلبك يا رغدة ولا تعملي حاجة، ولا عاوز منك حاجة، عاوزك بس في أمان ومحدش يقرب لك ولا يضايقك، وهخليك تكملي علامك وتركزي في مستقبلك، وهسعلك في شغل بعدها، وبعدين نتطلقوا وتبدأ حياتك مع اللي قلبك هيختار، ومن سنك، وهفضل برضك طول الوقت ظهرك وحمايتك. ليه بتقول الكلام ده؟ وانت شايف ان عمرك ما هتقدر تحبني؟ عمري ما هقدر اشوفك غير بنتي، بيني وبينك ألف سد وصور، مش عارف أقرب لك ولا ألمسك. حتى دلوقتي مستغرب إن أنا وأنت في أوضة واحدة، وبالمناسبة أنت هتنام على السرير وأنا هنام على الكنبة هنا أو على الأرض. أنا عارفش أجاوبك ده، ما تحبش. بالعكس، ده أنت كيف القمر، بس أنا بالذات ما ينفعش أحبك. ليه؟ عشان حب عمرك يا أمك، عشان اللي كان بيني وبين عزيزة قبل ما تتجوز أبوك هو اللي أنا عايش عليه لحد دلوقتي. أمك كانت حبيبتي يا راغدة وكل حياتي، وخليك عساف الله يسامحه جوزها لأبوك وأنا في الكلية، ورجعت لقيتها في عصمة واحد تاني. هو ده يا راغدة ردي على سؤالك اللي سألته لي قبل كده، ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ عشان قلبي قفل على عزيزة، مش يعرف يفتح لغيرها.